مشاهدينا أهلا بكم في حلقة جديدة من هذا المساء. هذه الحلقة مشاهدينا خصصناها على جزئين أو على محورين تحديدا، على موضوعين هنتحدث عليهم في هذه الحلقة. بس بداية، كان في تحركات اليوم كان لابد الحديث عنها في هذه الحلقة. قوات حكومة الوفاق الليبية أعلنت أنها استعادت السيطرة على صبراتا وصرمان، ولتين كانت تسيطر عليهما قوات القيادة العامة للجيش الليبي في ساعات قليلة. عاصفة السلام أعلنت من جديد سيطرتها الكاملة على العجلات رجدالين وزلطن، وإن هذه التقدمات جاءت بعد معارك استمرت لأكثر من 6 ساعات متواصلة بدعم جوي. من جهتها لم تصدر القيادة العامة عبر أي من منصاتها الإعلامية تعليقا رسميا على هذه التطورات، عدا تعليقا واحدا على منصة شعبة الإعلام الحربي قائلة أن النصر آت لا محال، ولكم في بنغازي ودرنا مثال. أهلا بكم مشاهدينا. نستقبل بداية عن هذه التقدمات في بداية هذه الحلقة السيد محمد دوة، وهو المتحدث باسم أو من وزارة الداخلية، بركان عملية بركان الغضب تحديدا. سيادة العقيد محمد، أهلا وسهلا بك في هذا المساء. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. نعم، كل العاملين بقناة الوسط. شكرا جزيلا لك. بداية سيد محمد، ما الذي حصل اليوم لو تضعنا في تفاصيل؟ هو اللي حصل اليوم يعني شيء حتى في الحلم ما يكونش، حتى لو أن حلمت به ما تتوقعيش أن يكون صح به، ولكن بقدرة الله سبحانه وبقوة الشباب بعد الله وكذلك تصميمهم على أن لازم تتحرر المنطقة الغربية من هذه الشرادم ومن المتمردين ومن جيش القبائل ومن لا عندهم ضمير. طبعا هي العملية بتقولي برق الخاطف، عاصفة السلام، يعني أي شيء تعفيه سريع. يعني بدأت طبعا كان في دراسات مسبقة في الموضوع من قيادة الجيش اللي هي تابعة حكومة الوفاق والأجهزة الأمنية والقوات المساندة للجيش الليبي تابع حكومة الوفاق والثوار المدن المنطقة الغربية. طبعا البداية بدأت من حدود الإدارية مدينة الزاوية بين الزاوية وصرمان اللي هي استمافرو نتاع المطرد قريب من النباحة الجنية الغربية. وبدأت بعد صلاة الفجر وتمت هذه العملية. طبعا صرمان أخذت منا حوالي 5-4 ساعات غير صرمان بس. بعد ما تم تحرير صرمان تقدمنا لصبراتا. صبراتا ما قعدناش فيها حوالي أقل من ساعتين، وكذلك تقدمنا للعجلات، والعجلات تم تحريرها في خلال كذلك ساعتين. وثالثا ورابعا تقدمنا إلى مدينة الجميل، وكانوا طبعا جميع المدن هذه كانت فيها ناس من داخل المدن معانا وانتفضوا من الداخل وكانوا موجودين معانا وعندهم علم بالانتفاضة داخل هذه المدن. وبعد جميل اتجهنا لرجدالين ومن رجدالين للعسة وبعدين زلطن، والآن كل الجيش القبائل تابعين للنظام السابق واللي هم المتمردين تابعين الجيش المنطقة الشرقية تابعين المتمرد موجودين الآن في قاعة الوطية، وعليهم إلا بتسليم أنفسهم وأسلحتهم. طيب، لو ما سلموش أسلحتهم وسلموا أنفسهم يعني مصيرهم للمجهول. إذا سلموا أنفسهم ما الذي سيحدث؟ إذا سلموا أنفسهم كيف هتكون ردة الفعل؟ يحدث ما بيننا وبينهم، إحنا طبعا نحترم الأسير عكسهم هم، إحنا لا نمثل بالجثث ولا بالأسير ولا بشيء، بيننا بينهم قانون. قانون مشرع تحت الدولة الليبية اللي هي حكومة الوفاق المعترف بها دوليا وعالميا. ما بيننا بينهم إلا العدل بس. نعم. أيوه. احنا ما ننتقم أحد، واحنا في الوقت اللي أعطينا التعليمات قبل ما تقوم هذه العاصفة أعطينا التعليمات للأجهزة الأمنية والقوات المساندة والجيش والثوار احترام كل
بشر في هذه المدن وكل كذا، وممنوع دخول المنازل وانتهاك الحرمات والسرقات، ولازم نحفظ الامن ولازم احترام كل ما في هذه المدن. في النهايه ظل اخوتنا واهلنا وناسنا، في النهايه ليبيا تحمل الكل. واحنا ما عندنا اعداء احد الا ما اعداء ليبيا فقط. طيب خلنا اسالك بس سيد محمد، تمت السيطره على هذه المناطق في وقت قصير جدا، هل في تكتيك ايه بس يعني يعتبر في وقت قصير، هذا الوقت قياسي نوعا ما، هل كان في تكتيك عسكري قبل، يعني كان في استعداد لهذه اللحظه؟ طبعا كان في استعداد وتكتيك عسكري، وكان تحت السريه الكامله. لا وعندنا طبعا احنا قيادين ضباط جيش وضباط شرطه ضباط امن، طبعا تعليمات وزاره الداخليه وزاره الدفاع هيئه الاركان كل الاجهزه اللي تابعه قوات حكومه الوفاق قوات المسانده كذلك، حتى هم كذا اجتماعات وتكتيك سري ومنظمه، وعندنا خلايا داخل المدن هذه معانا وجاهزين، حتى هم معانا اول ما ندخل المدينه يكونوا معانا صفا. من كانت هذه الخلايا؟ يعني يعني الان استعدتم السيطره فبامكاننا الحديث عن هذا. الخلايا هذه كل خلايا ثوار 17 فبراير سنه 2001. هذا كلهم كانوا ناس مظلومين ومهضوم حقهم، وفي اللي كان مهجر ورجع كذا، وفي اللي كان تحت سيطره المتمردين ولكن ما قدرش ينطق، ولكن كان عندنا بهم اتصالات وعندنا معلومات وعندنا كذا، والناس كرهت من الاعمال البذيئه اللي كانوا يديروا فيها وكذا، واحد يتمنوا ان هم ياخذوا حريتهم، وفعلا حصل اليوم اللي حصل والحمد لله ما فيش خروقات امنيه، الامور كلها بسيطه والحمد طيب لله. طيب وكيل وزاره الدفاع سيد صلاح النمروش اليوم قال بانه سنعمل على استتباب الامن وتحقيق الاستقرار في هذه المدن المحرره. طبعا. نعم العجلات سبراتا سرمان ركدالين زلطن وجميل ايضا اللي اليوم تمت السيطره عليهم بالكامل، وتم الحديث حتى عن الاستقرار في هذه المدن، الخطوه القادمه طبعا. في هذه المدن طبعا. ايه كيف الوضع طبعا. حاليا هناك الوضع؟ انا طبعا كيف جيت من هذه المدن طبعا في بوابات، في امن متحرك، في دوريات امنيه، في بحث جنائي، في استخبارات، في امن، في جميع الاجهزه الامنيه طبعا بالتوافق مع وزاره الدفاع ويعني ورئيس الاركان ووزير الداخليه، وكانت الامور منظمه واجهزه متشكله مع قوات مسانده للجيش الليبي تبع حكومه الوفاق والدوريات، والحمد لله الامور تمام، ما فيش حاجه يعني تخلي الامن، كل شيء تحت السيطرة، وإن شاء الله غدو يكون أكثر وموجودات السيارات. طيب القوات نعم قوات الطرف الآخر اليوم أين أصبحت موجودة في هذه المدن؟ في المجهول في المجهول، اللي تدمر تدمر، واللي تم القبض عليه تم القبض عليه تم أسره، والآليات تم طبعا تم إحالتهم للقوات باهي ولا للاجهزه الامنيه الاليات، واللي تدمرت تدمرت، واللي هرب واللي مثلا مات، وامورنا تمام يعني كل المناطق الحمد لله، عائلات طلعت طبعا فرحانه، النساء ظهرت يعني حريه يعني، وان شاء الله الامن مستتب ان شاء الله 100% وما فيش مشكله وما فيش شيء يعني خطر على المواطن يعني كل الامور تمام يعني مفيش مشكله. طيب خليك معنا سيد سيادة العقيد، بس هنمشوا لضيفنا سيد زياد غيم عضو مجلس النواب. سيد زياد اهلا بك في هذا المساء. اهلا وسهلا، تحيه لحضرتك ولضيفك الكريم والمشاهدين. نعم ولحضرتك ايضا. خلينا نبدا معك بقراءتك لهذه التحركات التي شهدناها اليوم. نعم اولا بكل تاكيد ان نحن نترحم ونأسف كثير عن سقوط اي ليبي سواء كان من جميع الاطراف او من جميع المدن او جميع المسميات السياسيه، عندما نتكلم عن جيش في شرق ليبيا هم ليبيين، عندما نتكلم عن جيش في غرب ليبيا هم ليبيين كذلك، جيش القضاء الليبيين الى اخره، كله في الاخير بك اللي يموت للاسف الشديد هو ليبي. ودعوتنا نحن مستمره منذ شهر 6/2019 الى الهدنه والذهاب الى المسار السياسي والحوار السياسي. ماذا يعني هذا بالنسبه للهدنه؟ لماذا؟ لان باختصار شديد خلينا ننظر الامور بعيدة عن التفاصيل الميدانيه والصراحه والجزئيات اللي انا اراها
مع احترامي للتخصص كل شيء نراها أقل أهمية. عندما نتكلم عن دولة زي ليبيا مساحتها بهذه المساحة الشاسعة وعدد سكان بسيط ينعكس ذلك على عدد المقاتلين، إذا كان الشعب الليبي كله 7 مليون هناك جيوش تقترب من هذا الرقم، جيش يقترب عددا من هذا الرقم، كم هي القوة القتالية، المسافات والأراضي الشاسعة؟ لا، هذه الحروب لن تحتم أي نتيجة ستستمر. معظم المدن لما نشوفه سواء اللي حدث في الهلال النفطي أو اللي صار في سرت أو اللي صار في غريان واليوم اللي يصير في طبراسة ومدن الساحل كلها عبارة عن بصراحة بوصف دقيق هي نقل بندقية من كتف إلى كتف. لا توجد معارك حقيقية، لا توجد كثافة نيران وإدارة معارك، عبارة عن مجموعات لأسباب مختلفة تنتمي اليوم إلى فئة وغدا إلى فئة أخرى تغير اتجاهاتها، نوع من العبث، نوع طيب من نجاح قوات حكومة الوفاق اليوم ماذا يعني بالنسبة لقوات القيادة العامة، وماذا يعني بالنسبة أيضا لمن يدعم؟ أنا ذكرت لك هذه القوات. الصراع الآن هو صراع سياسي ويأخذ اتجاهات أخرى. عندما نتكلم عن جيش الوفاق لا أعتقد أن لما تتابعوا نعرف ماذا حدث في سرت، عندما سقطت سرت في ساعات لدى الجيش الشرعي والقانوني، وأيضا ما حدث في غريان نعرف ماذا حدث، واليوم في عملية كما ذكرت هي تغيير نقل البندقية من كتف إلى كتف، نفس المجموعات المسيطرة تقريبا في إطار صفقة في إطار تسوية. طيب المسماري ذكر بأن خسارة بوغرين أو الهجوم على بوغرين مثل ما وصفه بأنه مناورة عسكرية. لا بالنسبة لبوغرين، هل تعتقد أنه هذا صحيح أو أنه محاولة لتغيير أو لحفظ ماء الوجه؟ لا، هو بحيث أنا شوف أنا لا أفهم الجانب العسكري ولا أريد أن أفهم الصراحة ولا أحب القتال خاصة بين الليبيين. المعلومات اللي نعرفها في بوغرين هو عملية معظم الحسم يعني أو نتائج المعركة كانت بسبب القصف في الطيران المسير اللي كان فارق، وفي يبدو أن هناك تغير في ميزان السيطرة على الوضع الجوي، لا أعرف لماذا. نعم. على السماء كما تقولي في المنطقة الغربية في الفترة الأخيرة. هذا كله بالنسبة لي لا يهمني كثيرا أستاذة رغدة. كما قلت لك طيب ماذا يعني بالنسبة للهدنة إذن؟ نعم، نحن منذ شهر 6/2019 أكثر من 10 شهور نحن نطالب بكل استحقاق بالذهاب إلى هدنة. هناك فرق ما بين وقت إطلاق النار النهائي وبين الهدنة. الهدنة لأن نحن نعرف أن الصراع في ليبيا صراع سياسي، هناك خلاف سياسي حاد منذ 2014 تجلى بشكل كبير ولكن قبل حتى ذلك، وبالتالي نحن نحتاج إلى إيقاف المعارك. كل فرصة نحاول نستغلها للمطالبة بهذه الهدنة والذهاب إلى حوار سياسي عميق ينتج حل، لأن كما قلت لك عدد شعب بهذا العدد البسيط، يعني كم عدد القوات المسلحة بتكون، كم عدد المسلحين مع أرض شاسعة بهذا الشكل، وخاصة تطور الأحداث الآن ودخول أطراف دولية، يعني لن يحسم أي طرف، وبالتالي عبارة عن موت ديين وكل الأطراف. يجب أن نذهب سريعا، ننتهز كل فرصة للذهاب إلى الحوار السياسي المتوازي مع هدنة تنتج حلل في الأخير. طيب شكرا جزيل الشكر لك سيد زياد دغيم عضو مجلس النواب. نعود لسيد محمد دوة من وزارة الداخلية كذلك. سيد محمد، مثل ما ذكرنا هذه التطورات اللي شاهدناها اليوم، ماذا تعني بالنسبة للهدنة؟ الهدنة لا تعني شيء. اللي اخترق الهدنة معروف. مع احترامي الأستاذ زياد دغيم، هذا رجل صراحة رجل ممتاز من ثوار 17 فبراير، نحترمه كل الاحترامات، وطبعا من حقه يتكلم ويعبر على أي شيء كذا، ولكن الاختراقات هو عارفها. مرات عنده ظرف معين يقدرش يتكلم من حقه بها، ولا أن ظروف تحكم الإنسان. اللي اخترق الهدنة وإحنا كنا ملتزمين بها، أنا بنفسي كنت أنا من ضمن المحاور في طريق المطار، اللي اخترق الهدنة هو الطرف الثاني، لم يعترف بالهدنة، وإحنا للحد الآن مدوا في يدينا للسلام، والليبيين ما يرضوش في بعضهم، في النهاية هذا ليبي وهذا ليبي، لو نحن نفتكوا
من الدول الخارجية بجميع أطرافها، جميع نواحيها، إقليمية غير إقليمية، صديقة غير صديقة. احنا مستعدين كل الليبيين يقعدوا في خيمة واحدة ويصلوا لي حل ونبتعدوا عن الفتنة، أن الفتنة أشد من القتل. الليبيين بسطاء، الليبيين ناس كرماء، ناس يخاف الله، بلد المليون حافظ كتاب الله، يعني ما عندناش مشكلة. وناس احنا عرب واصليين، ما نختلفوش لو نفتكوا من الفتنة ومن جيتنا من الخارج. احنا مستعدين نقعمزوا مع بعض ونحلوا المشكلة لوحدنا، بس الليبيين طرف فقط. هذا المطلوب. نعم. الأستاذ زياد يسمع فيه، وإن شاء الله هذا آخر شيء لليبيا، وإن شاء الله ليبيا تتقدم للأمام وتبدأ دولة وتنهض ليبيا برجالها وسعواتها. أكيد أكيد، هذا ما يتمناه الجميع اليوم أكيد سيد محمد. أيوة، وإحنا طبعاً قوتنا في الشرق ولا في الغرب والجنوب ما لهم الليبيين ولبعضنا، وإحنا دم واحد وصهار وما فيش فرق. راهو كذب عليك، كان يقول لك هذا من الشرق وهذا من الغرب وهذا من الجنوب شيء، لكن الواحد كل واحد يبقى غيره، ولهذا بيدافع على نفسه، ولهذا بيدافع على عرضه وارضه. باين في حتى ناس تستغل الظرف الحرب هضايا، وفي اللي بيتكلم في مقاطع فيديو يقول انا من المنطقه الشرقيه بالدين ندير في المنطقه الغربيه، وفي المنطقه الغربيه يقول انا ندير المنطقه الشرقيه، وفي اللي كذا يقول انا بدي كذا، وهذه هي المشكله. وفي من يحرم فيه الناس يدخل فيها، يعني حتى المخابرات الاجنبيه مديره فينا حاله. طيب سيد محمد، نبي نسالك ايضا عن محور بوغرين، لانه كان في حديث انه تم السيطره عليه، ثم تم الحديث بان هناك هجوم قوي على هذا المحور من قبلكم. ما حقيقه ما تم هناك او حصل هناك؟ والله انا ما عنديش عليه المعلومه الكافيه، اني انا قاعد في المنطقه الغربيه مشيش البوغرين، وطبعا ما عنديش بهم اتصالات باهي، ولكن اللي نعرف انا في تقدمات تمت السيطره عليها على هذا المحور. تمت تقدمات السيطره على المحور، وحيكون بعد ايام او ساعات حتسمع السيطره على سرت، وبعدها المانيا النفطيه والجفره، ممكن حتى يكون عند جداديه وينتفضوا قوتنا في المنطقه الشرقيه ثوار 17 يعني في المنطقه الغربيه. ما هي المناطق المتبقيه الان والتي تعتبر خارج سيطرتكم؟ ما زال عندنا ترهونه وقصر بمشي، وان شاء الله الايام الجايه مرات قبل رمضان تسمعوا مفاجات كويسه، او بعد رمضان او قبل رمضان. ونتمنى احنا قبل رمضان كل الليبيين يعني ان شاء الله يمر علينا شهر رمضان بالتسامح والتصافي والقلوب البيضاء ونفتكم من الحروب. طيب البعض يتساءل اليوم، خاصة بعد حديث رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج عن وضع أو ما تحدث به عن أبناء من يقاتل في هذه المحاور، ذكر نقطة بأنه ذكر في خطابه بأنه سيعيد أبناؤهم الذين يقاتلوننا في توابيت، وسنقاتلكم لآخر جندي. بس هذه الكلمة ممكن تثير بعض المخاوف من أعمال انتقامية عذرا ضد من يحارب في الطرف الآخر من ضمن هؤلاء الأسرى، هذا ما أتحدث عنه، فممكن نوضح هذه والله الجزئية؟ لا والله هذه أصلا شوفي جاي هذه احنا نتمناها ما تطيرش. واحنا اللي بيه كيف ننتقم من بعضنا، سواء كان حفيدي ولا غيره وكذا، كيف انا ننتقم من الأستاذ زياد غير من المنطقة الشرقية ولا هو ينتقم مني؟ هذه هي الأخطاء، لكن احنا ما نقموش ببعض، احنا المفروض نصافحوا بعض وننهي المشكله هذه من جذورها. واللي دار لنا السبب المشاكل هو اللي يجوا ضده ونزيحوه برا من ليبيا، او هو اللي ننتقموا منه هو شخصيا. وانا عارفين سبب المشاكل ليبيا هي 2014، ومن هو اللي قائم بالمشاكل هذه عن طريق دول ثانيه تدعم فيه. فهمتني؟ هذه المشكله وين؟ المشكله في شخص العميل حرب الليبي، كل هذا اللي صاير من 14 من شخص فيه شخص واحد. بس شخص واحد من شخص فيه، هم عارفين اللي بيه كل، وما يقدرش اللي يقوله زياد بريم ولا يقوله اي واحد ثاني. طيب لا ولا سراج ايضا ذكر انه هناك عواصم دعمت المعتدي، وهذا حسب طبعا حديثه. هل هناك تخوف اليوم من استمرار دعم هذه العواصم للطرف الاخر بالنسبه لكم؟ طبعا بالنسبه لهم هم عارفين في دعم 11 دوله كذا، عارفين بالاسم دوليه اقليميه وغير اقليميه ودول مجاوره، ولكن هذا احنا يعني 20 دوله 10 دول 11 دوله هم معاهم الدول هذه، واحنا معنا الله ورسوله، واحنا ناس وطنيين ونخاف الله ونخاف على الوطن. واحنا
طبعا قوتنا عند الله سبحانه، ليس عندنا قوة أكثر من الله، فهمت؟ والحمد لله نتمنى المصالحة، وقل فتنة وقل حرب، وما نبوش الحرب خلاص. اللي بينكره حاجة اسمها حرب، يعني حرام. يعني 10 سنوات احنا في الحرب على هاش، من 2011 للساعة هذه. المفروض احنا راه وقفنا يد واحدة وبنينا دولتنا، راه البلاد تو متقدمة، علاش صارنا قاعدين لا قرايه ولا شيء ولا حتى شيء ولا استفادوا حاجه؟ بسبب الحرب طبعا، اكيد بسبب الحرب. والنازحين والناس ظروفها يعلم الله، اللي يعني الفلوس ما فيش، المعيشه صعبه. اكيد سيد محمد، المواطن اكثر منك، فهمت سياده يعني العقد؟ بس سؤال بس، لانه ما كانش في تعليقات من القياده العامه للجيش من الطرف الاخر عن الانتصارات او التقدمات الاخيره لكم، ولكن كان في تعليق واحد من شعبه الاعلام الحربي، قالت بانه يعني ملخص الحديث بان النصر اتي لا محاله لكم في بنغازي ودرنا مثال، هذا كان التعبير اللي جاء فيها، او قالوا من يعتمد عذرا على العملاء والخونة لن ينتصر، ولكم في بنغازي ودرنا وغيرها من المدن والمناطق مثال، جاهزون ومنتصرون بعون الله. هذا كان التعليق الوحيد لربما لحد هذه اللحظة عن تقدمات اليوم. كيف ترى هذه التعليقات او هذا الرد؟ يعني عذرا، يعني الطرف الثاني، هذا تعليق الطرف الثاني. هو هذا التعليق الوحيد على الامر؟ اي هذا التعليق الوحيد، ومن حقه يعلق انه هو يعني عكسنا احنا، فهمتني؟ احنا هو كتفكيره كذا، ولكن احنا تفكيرنا بروحه، هو من حقه يعلق، ولكن نقول احنا ان شاء الله قادمون عندك في درنا وفي بنغازي وفي كل مدن ليبيا في الشرق وفي الجنوب، ونتلاقوا ونتصافحوا، وللحق باهي، وللحق بعون الله، ونبنوا جيش وشرطه ولها لله، ثم الوطن للمواطن، وليس ولها لشخص، سواء في انا ولا في غيره ولا كذا. لا نعترف بالاشخاص، نعترف بالدوله والشعب الليبي، فهمت؟ واحنا راهي دولة بدون جيش وبدون شرطة وبدون أجهزة أمنية لا تقوم لها. نعم. دولة. أشكرك جزيل الشكر. لكن لازم يكون ولاء للوطن، لله وللوطن والمواطن، مش لشخص. نعم، نشكرك جزيل الشكر سيادة العقيد محمد دوا، كنت معنا في هذه الحلقة للحديث عن هذه التطورات العسكرية اللي حدثت اليوم والبارحة أيضا. مشاهدينا، بعد الفاصل هنحكم معكم عن انقطاع المياه والكهرباء على طرابلس ومناطق أخرى كذلك من عدة أيام. فاصل ونعود، ابقوا معنا. قتال عنيف وفيروس كورونا، والآن انقطاعات في الكهرباء والمياه، هذا هو جزء هذه الحلقة. الشركة العامة للكهرباء قالت بأن السبب هو عطل فني سبب هذا التأزم والتفاقم، بينما توجهت أصابع الاتهام أيضا من الوفاق إلى جهات أخرى بقطع إمدادات الغاز ليتوقف الكهرباء على المنطقة الغربية. من جهة أخرى، انقطاع المياه والذي حدث بعد قطع صمامات النهر الصناعي بمحطة الشويرف، وبعدما جاء هذا القطع للمطالبة بالإفراج عن بعض المساجين، يعني وسيلة ضغط، سلاح حرب ووسيلة ضغط، هذا أو ذاك سيناريو أسوأ من الآخر، وهو معاقبة جماعية لملايين الأبرياء في ليبيا. أهلا بكم من جديد، نتابع هذا التقرير. طرابلس وضواحيها بلا كهرباء ولا ماء، ورغم رجوع الكهرباء تدريجيا بعد عدة أيام، إلا أن مناطق عديدة ما زالت تعاني من هذه الأزمة. الشركة العامة للكهرباء أعلنت انفصال الشبكة الكهربائية في المنطقتين الغربية والجنوبية دون ذكر الأسباب، وأكد مدير مكتب الإعلام بالشركة أن السبب فني فقط، مضيفا أن الانقطاع حدث في الكوابل الرئيسية، وتقوم فرق الصيانة بعملها، وستتم إعادة التغذية في غضون ساعات. رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنعلة من جهته صرح أن بعض الجهات في ليبيا تستغل هذا الوضع لقطع إمدادات الغاز الطبيعي ليتوقف الكهرباء على المنطقة الغربية، ومن ضمنها العاصمة طرابلس وضواحيها. ووصف صنعلة إغلاق خط الغاز بمنطقة سيدي السائح المغذي لمحطات توليد الكهرباء عمل إجرامي ويجب أن ينتهي فورا.
يأتي ذلك بالتزامن مع قيام مسلحين بقطع صمامات النهر الصناعي بمحطة الشوارف الرئيسة في منظومة الحساونة، ما سبب إيقاف الماء. وكشفت بعض المصادر أن إيقاف الماء جاء للمطالبة بالإفراج عن مساجين لهم في طرابلس كوسيلة للضغط على حكومة الوفاق الوطني. وأنفقت الحكومات المتعاقبة على ليبيا نحو 20 مليار دينار على توفير الطاقة الكهربائية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، من بينها دعم مباشر في شكل وقود لصالح الشركة العامة للكهرباء، ومبالغ مخصصة لتطوير الشبكة العامة ودعم نقدي. ولكن عادت الحكومة وطالبت بالمزيد من التمويل لاستكمال عمليات الصيانة. مشاهدينا، حول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد محمد تكوري، مدير دائرة الإعلام في الشركة العامة للكهرباء. سيد محمد، أهلا بك في هذا المساء. أهلا وسهلا بك، أشكركم على إتاحة هذه الفرصة، واسمحي لي أن أحيي كل السادة المشاهدين المتتبعين لهذا البرنامج. نعم، شكرا لك. سيد محمد، بداية ذكرت بأن السبب فني فقط في انقطاع الكهرباء في هذه الأيام. لا لا لا، أسمحي لي أن في مغالطة في التقرير. أنا سمعت الآن التقرير، التقرير يحكي على الإظلام اللي حدث يوم الثلاثاء. ونحن هو من هذا الإظلام استمر بعد الانقطاع، استمر في مناطق كثيرة. اسمحي لي أن أوضح هذه النقطة للسادة المواطنين. يوم الثلاثاء حدث إظلام نتيجة إصابة بعض الخطوط بين عين زارة والقربولي. وضحنا هذا الأمر، والشركة العامة للكهرباء قامت بإعادة بناء الشبكة خلال ساعات قليلة جدا جدا، ودخول أغلب الوحدات. ونتفاجأ للأسف الشديد بعد هذا الإظلام وجهود الشركة العامة للكهرباء بقفل صمام خط الغاز اللي يغدي في عديد وحدات التوليد في المنطقة الغربية بمنطقة سيدي السايح، اللي ترتب عليه يوم الجمعة خروج الوحدات خروج العديد من وحدات الإنتاج وحدوث إظلام عام في الجناحين الغربي والجنوبي. طبعا جنود الكهرباء كانوا في الموعد، قاموا ببناء الشبكة من جديد بإدخال العديد من وحدات التوليد بالوقود الخفيف والوقود الثقيل بدل الغاز. طبعا يعني ورغم هذه الجهود بصراحة ما لم يتم فتح هذا الصمام تصبح في مناطق في أطراف الشبكة الكهربائية منقطع عليها الكهرباء إلى حد الآن، وحتى المناطق اللي جاها الكهرباء مصحوبة بطرح أحمال يدوي لساعات طويلة لأن الاستهلاك أكبر من الإنتاج. والشركة العامة للكهرباء ناشدت كافة الخيرين من أبناء الوطن، منظمات المجتمع المدني، عمداء البلديات وأهل الخير، وكافة المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي بالتدخل العاجل لفتح صمام خط الغاز بمنطقة سيدي السايح حتى تستطيع الشركة تغذية المواطن الكريم بالتيار الكهربائي. طيب، من المسؤول عن قفل هذا الصمام؟ وخاصة أن أغلب الأسر الليبية متواجدة في بيوتها نظرا للحجر الصحي للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد عفاكم الله، وهي بحاجة ماسة إلى التيار الكهربائي لتوفير مياه الشرب والغسيل على أقل تقدير. أكيد أكيد. من المسؤول سيد محمد عن هذا الصمام وعن إقفال هذا الصمام تحديدا؟ الصمام في منطقة سيدي السايح. إيه. ويعني الجهة المشرفة على منطقة سيدي السايح هي المسؤولة على قفل هذا الصمام بالتأكيد يعني. نعم، هل هناك أسباب لقفله؟ هل هناك مطالبات لقفله؟ لأنه لما نجي نشوف مسألة انقطاع الماء في سبب يعني جعل هؤلاء يقومون بذلك. أولا أخت غادي أشكرك على هذا السؤال، يعني رغدة. رغدة أشكرك على هذا السؤال، لأن أغلب يعني أغلب الشركة العامة الكهربائية شركة مدنية تغذي كافة المناطق الغربية والوسطى والجنوبية، ما تغديش في منطقة واحدة. أكيد. يعني الكهرباء هذا للكل.
ولكن عندما تأتي لأغراض سياسية وتقفل خط صمام الغاز المغذي لتلك الوحدات، أنت أول شيء قطعت عليه بيتك الكهرباء، قطعت عليه جارك الكهرباء، قطعت عليه أصدقائك وأصحابك ومناطق مجاورة لك، قطعت عليهم الكهرباء. لأن الكهرباء هذه تقدم خدماتها، الشركة العامة الكهرباء الشركة مدنية تقدم خدماتها لكافة الليبيين. يعني ما زالت الشبكة الكهربائية موحدة وتقدم خدماتها لكل الليبيين، وقفل هذا الصمام يعتبر جريمة في حق الليبيين، لأنهم الآن متواجدين في بيوتهم في حجر صحي، التيار الكهربائي بحاجة ماسة، يعني الآن حتى الماء يأتي عن طريق زرار الكهرباء. طيب، الانقطاع يعني في التيار الكهربائي هو أمر ليس بجديد، عارفين أنه من يومين تقريبا كان في هذا الإظلام التام، وثم استمرت بسبب قفل هذا الصمام، لكن هناك يعني انقطاع لتيار الكهرباء من فترة طويلة تقريبا من سنوات، الناس كلها في المواطنين الليبيين عايشين بالمولدات تقريبا. بالله يعطيني فرصة أني نوضح للناس أكيد في أشياء أكيد غير منظورة. أكيد تفضل. غير منظورة. أولا راهي الطاقة الكهربائية يعني محتكرة من قبل شركات أجنبية، ولازم المواطن الكريم يفهم هذا. يعني إنشاء محطة محتكر عليه شركات معروفة، سيمنس وشركات كورية، قطع الغيار محتكر من قبل هذه الشركات. لدينا مشاريع كان طور الإنشاء في غرب طرابلس 1400 ميجا، في خليج سرت 1400 ميجا، زويتينا 350 ميجا، أوباري 600 حوالي 640 ميجا. في 2011 غادر الشركات، الشركة العامة الكهرباء قامت بجهود كبيرة من أجل إعادة الشركات واستكمال هذه المشاريع اللي بعضها وصل ل 98% زي أوباري، خليج سرت 60%. فنجحت الشركة العامة الكهرباء يعني البداية في محطة دوباري، تواجد في دوباري أكثر من 600 عامل، وبدأ العمل في محطة دوباري، وحتى الشركات الكورية شجعا وجلي غرب لمحطة غرب طرابلس والخليج، وبيبدأ العمل. تم اختطاف 4 عاملين في دوباري. خرجت الشركة الأجنبية، توقف العمل، حتى الشركات الكورية أخذت خطوة إلى الوراء. ومن هنا كانت يعني صدمة للشركة العامة الكهرباء. من المفترض أن تكون الآن لدينا، قضينا على العجز ولدينا احتياطي دوار مثلنا مثل الشركات الأخرى، ولكن للأسف الشديد الوضع الأمني هو اللي سبب الأزمة دي. ثانيا، في كل حرب بصراحة خلي نتكلموا للناس ونوضح لهم الأشياء الغير مرئية، في كل اشتباكات في كل حرب تدفع الشركة العامة الكهرباء ضريبة كبيرة. في 2014 وصلت خسائر الشركة إلى مليار وأكثر. الآن في جنوب طرابلس عندنا محطات تحويل، عندنا أبراج، عندنا أسلاك أعمدة، يعني شبكة التوزيع شبه مدمرة. الخسائر المبدئية لهذه الأضرار اللي قدرت فرق الصيانة توصل لها 1,600,000,000، يعني لو تم زيارة كل المناطق وتقييم الضرار حتكون ضعف أو ضعفين يعني هذا الرقم. لدينا 8 دوائر نقل رئيسية تنقل في الطاقة من محطات التوليد من الرويس والزاوية وجنوب طرابلس إلى مراكز الأحمال، هذه مصابة. عندنا دائرة واحدة ننقل فيها في الطاقة، ومرات عندنا فائض في الطاقة وما نقدرش نقلوا لمراكز الأحمال نتيجة المشاكل حتى الآن. يعني الشركة العامة الكهرباء تعاني من مشاكل جمة، من بينها على سبيل المثال محطة جنوب طرابلس تنتج 600 ميجاوات، بجنبها مكب ملاصق للمحطة، عندما تشتعل النيران يرتفع الغازات السامة والدخان والهباء يدخل في مصفيات المحطة، تخرج الوحدات تباعا عن الخدمة. والمدة الماضية كانت المحطة بالكامل خارج الخدمة. الشركة العامة الكهرباء سارعت بتوجيه رسائل رسمية إلى الجهات الاعتبارية وعقدت عدة اجتماعات مع وزارة الحكم المحلي، إلى حد الآن لم تتم حل هذه المشكلة،
بالرغم الآن في هذه الظروف الاستثنائية قمنا بتشغيلها. يعني كان الفواتر الهواء، مصفيات الهواء يتم تغييرها كل سنتين، الآن نقوم بتغييرها كل شهرين. طيب. مع العلم بأن مصفيات الهواء بالعملة الصعبة وتأتي من الخارج. فهذه مشاكل أكبر من حجم الشركة العامة للكهرباء. طيب، هناك مشكلة أخرى أيضا، وهي عدة مرات يتم الحديث عن سرقة آلاف الكيلومترات من أسلاك التيار الكهربائي. نعم، هذه النقطة الأخرى اللي نبي نثيرها، لأنها تكررت، لأنها تكررت كثيرا. نعم، ما فيش حماية أو وقاية لهذه الأسلاك للأسف الشديد. طبعا من المعروف أن مساحة ليبيا مساحة قارة، ولا هي الشركة، رأي الشركة العامة للكهرباء شركة مدنية تنتج الطاقة الكهربائية، لكن حماية مكونات الشبكة الكهربائية في كل مدينة هي مسؤولية الدولة وأيضا مسؤولية الجهات الأمنية والاعتبارية في المدينة. يعني أنا عندي إحصائية قديمة شوية، لكن نبي السادة المواطنين يفهموا حجم هذه المعاناة. يعني لدينا أصليطا سرقة الأسلاك مسافة 1800 كيلو، وعليك أن تتخيلي هذه المسافة. الخمس 1500 كيلو، مسافة 1500 كيلو، الجفرة 2250 كيلو، في المنطقة الجنوبية 3800 كيلو، في الأصابع 65 كيلو، في الحي الصناعي تاجورة 85 كيلو، في القربولي 45 كيلو. يعني عليك أن تتخيلي هذه الخسائر الكبيرة اللي تعرضت لها الشركة. وفي نفس الوقت الشركة وقت في إحراج، عندما يقوم المجرمون بسرقة أسلاك كهربائية يأتي المواطن في الصباح الباكر ويطالب الشركة بمادة بالتيار الكهربائي، ممكن مواطن، مجموعة مواطنين، مجموعة مزارعين، فتقوم الشركة على الفور بتلبية هذا النداء. وبدل من هذه الأسلاك تذهب للتطوير، تذهب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه للأسف الشديد. نعم، هنرجع ونكمل معك هذا الأمر سيد محمد، بس هنطلع فاصل، فاصل ونعود، ابقى معنا. والله تعبانين منها، المية ناقصة والكهرباء تودي مهارب والسيولة ناقصة، وربي يفرج على البلاد. والله الله غالب من يضيب دهارب ناخذ، وكان جارنا عنده مولد ولدنا ويعبينا، وكان ما عندهاش لنا ربي. والله بالنسبة للمية حاجة أساسية ونعانوا منها توا، حتى احنا نخدموا مركز معاقين كامل مدايرين بيرة ما فيش مية، حتى الحواش والكهرباء ومية والكهرباء، وفي الظروف هي اللي صايرة توا تاع الكورونا، المفروض ما يصيرش منا كلامات قطع عليه الميه والضي. اهلا بكم مشاهدينا من جديد. الناطق الرسمي باسم الشركه العامه للمياه والصرف الصحي ورئيس قسم الاعلام سيد محمد كريم معنا عبر الهاتف، اهلا وسهلا بك سيد محمد. وايضا نرحب بالسيد عبد الرؤوف بيت المال عميد بلديه طرابلس المركز. سيد عبد الرؤوف اهلا بك في هذا المساء. نبدا مع السيد محمد كريم. انقطاع الماء أيضا في طرابلس وفي المناطق القريبة أيضا من طرابلس بسبب وقف المياه من قبل مجموعة تطالب بإطلاق سراح سجين ماء، ضعنا في تفاصيل هذه الإشكالية الآن وكيف يتم العمل على حلها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية مسيّة طيبة أختي رغدة وللكادر المصاحب لي. نعم، طبعا في البداية تقوم إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بقائمة وقائمين بتنفيذ الخطة الخاصة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي، وهي بإذن الله تفعيلها بر التقاسيم. وطبعا تم في السابق مخاطبة السادة مجلس الإدارة بخصوص تفعيل 105 بير داخل مدينة طرابلس وهي بر التقاسيم، وفي انتظار تحويل القيمة المالية، ولكن بمجهودات موظفين إدارة التشغيل والصيانة بمنطقة طرابلس تم تفعيل عدد أبار داخل مدينة طرابلس، ووضع بإذن الله في تركيب باقي الاستكمالات الخاصة بالأبار هذه. وإحنا من خلال منبركم طبعا وزيدوا حتى مطالب السادة المجلس الرئاسي
بشان الإسراع في تفعيل موضوع تفعيل أبار التقاسيم. طبعا احنا كشركة مهمة الشركة العامة المياه والصرف الصحي هي تشغيل وصيانة ما هو قائم من شبكتي المياه والصرف الصحي. طيب سيد كريم، الآن هيئة المياه أيضا نبهت أنه إذا لم يتم إصلاح الأضرار التي أصابت شبكة المياه اليوم ممكن تصل إلى إغلاق شبكة المياه بالكامل. هل هناك جهود تبذل لتدارك هذا الخطر؟ كرري أختي رغدة معلش. نعم، نبه بأنه إذا لم يتم إصلاح الأضرار التي تمت على شبكة المياه سيكون هناك إغلاق شبكة المياه الرئيسية بالكامل. هل في جهود الآن تبذل لتدارك هذا الخطر؟ احنا كشركة عامة وصرف الصحي شعارنا نعم لخدمة الوطن المواطن. بلاغات بشكل يومي من قبل فنيين الشركة العامة وصرف الصحي على مستوى ليبيا بكامل تحية شكر تقدير اليوم، يعني بلاغات تتجاوز كل إدارة شهريا ما يقارب الخمسة للسبعة آلاف بلاغ اللي هو سواء في شبكة المياه والصرف الصحي يتم صيانتها. وفي نفس الوقت احنا من خلال منبركم الكريم ندعو السادة وطبعا بخلة الإمكانيات ندعو السادة بقرار بدعم الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بما هو معبون به من معدات وآليات، وفي نفس الوقت تفعيل التأمين الصحي للموظفين نظر الأعمال الخطرة يقوموا بها وفي ظل هذه الظروف الراهنة. نعم، طيب متى نستطيع أن نضع وقت محدد لتعود المياه بشكل طبيعي إلى هذه المناطق؟ احنا أختي رغدة في حال تم تفعيل العدد أبار 105 بير داخل مدينة الانتاجية متاعها لا تتجاوز 150 ألف متر مكعب بينما يومي الأبار اللي لمدينة طرابلس عفوا يوصل ل 500 ألف متر مكعب. احنا الانتاجية الخاصة بأبار التقاسيم ما تكفيش الاستعمال اليومي للمواطنين من المياه. في نفس الوقت من خلال هذا المنبر ندعو المواطنين للترشيد في استعمال المياه ويعني المحافظة عليها، وبإذن الله إن شاء الله احنا في انتظار مجموعة جهاز النهر طبعا شكر تقدير لهم القائمين بتجهيز وتشغيل اللي هو الحقول في انتظار المياه لدخولها مدينة طرابلس إن شاء الله. احنا طبعا تم اليوم الرابع بالتنسيق طبعا قائمين المبادرون بالعمل التطوعي تجورة بتزويد طرابلس بصهاريج المياه طبعا على مدينة طرابلس بالكامل، وبالتنسيق طبعا شكر وتقدير للفريق المبادرون العمل التطوعي الشبابي العمل التطوعي بتجورة. طيب كذلك سيد كريم عذرا بس على خطر وقت الحلقة اليوم، بما أننا قلنا أن السبب هو قطع أو وقف الماء في قطع صمامات النهر الصناعي عذرا في هذه في منظومة الحساونة تقريبا، يعني عدة مرات يتم قطع الماء عن النهر أو من النهر الصناعي، لماذا إذن الاعتماد مازال على هذه المنظومة أو على مياه النهر الصناعي ومازال يتعرض لانتهاكات عديدة واعتداءات متكررة؟ هل هناك اعتماد على شيء آخر أو مناقشة حتى خطة بديلة؟ احنا في قلت لك موضوع أبار تقاسيم هذه الخطه اللي قايمه الشركه لتجهيزها باذن الله، وبعدين فيها قلت لك يعني حتى تشوف الصفحه الرسميه من خلال يومين الماضيين تم تفعيل عدد اربع ابار يتم تجهيز الابار بصفه كامله ان شاء الله، وفي نفس الوقت يعني مع فرحه الاهالي يعني تشوف حتى الصفحات يعني في مناطق أبار تقاسيم تم تشغيلها، ولابد من تكاتف تضافر جهود حتى نستكمل الأعمال أكمل وجه. نعم. طبعا بخصوص المياه اللي بلغتك عليها بكري يتم توزيعها على مناطق طرابلس بالكامل بالتنسيق مع غرفة اتصالات العاصمة الرقم المجاني 1415 تحية شكر وتقدير اليوم اللي يستقبلوا في بلغات المواطنين في تزويد الصهاريج. اليوم عدد 8 صهاريج موجودة بجزيرة بمنطقة غوط الشعال، تم التنسيق مع الشركة العامة المياه والصرف الصحي والمبادرون. يعني العمل جار على حل هذه المشكلة بشكل جذري نتمنى طبعا. سيد محمد سيد كريم، السادة أصحاب القرار زي ما قلنا دعم الشركة العامة للمياه والصرف الصحي ودعم موظفينا
احنا الامكانيات المتاحه لدينا تطلبون الدعم يعني من الدوله اليوم. طيب هنتناقشوا في هذا الموضوع اكثر اكيد مره ثانيه. سيد محمد الكريم الناطق الرسمي باسم الشركه العامه للكهرباء للمياه عذرا والصرف الصحي ورئيس قسم الاعلام، شكرا جزيلا ليك. نمشوا لسيد عبد الرؤوف بيت المال عميد بلديه طرابلس المركز. سيد بيت المال اهلا وسهلا بك في هذا المساء. اهلا وسهلا بك، مساء الخير وتحيه ليك وتحيه لك ايضا. بدايه ما هي الاليه اليوم اللي تعتمدها بلديه طرابلس في مواجهه مساله المياه من جهه والكهرباء من جهه اخرى؟ الحقيقه هي مشاكلنا متعدده، يعني ما هيش ميه وكهرباء بس، نعاني من عده اشياء. نعم. والمشكله انه طبعا الصلاحيات والاختصاصات ما زالت يعني ما هيش البلديه، زي ما الضيف كان يتكلم، شركه المياه والصرف الصحي هي مسؤوله على موضوع المياه او كشبكه مياه وتصريف المياه والمجاري داخل المدن. طبعا موضوع نقل المياه من الجنوب الى الشمال هذا موضوع ثاني، جهاز خاص به جهاز منظومه النهضه الصناعي. بالنسبه للبلديه طبعا نتعامل مع كل المشاكل الان بكل الامكانيات المتاحه بكل ما اوتينا من قدرات. فموضوع المياه طبعا تواصلوا الحقيقه من كل يوم تواصلوا مع الاخوه اللي في الجنوب بخصوص قفل الصمامات، والحمد لله توصلنا الى ما نتيجه حل. هذه التواصلات معهم ممكن الطلاق على البيان من الشيخ منطقه الشويرف اللي هم تبروا تماما من العمليه هذه، عمليه قفل الصمامات وفتحوا الصمامات، ويعني الميه الان حسب ما سمعنا من مسؤولين على المنظومه او محطه التحكم انها بدات ضخ، يعني فتحوا اعتقد معظم الابار، نستنوا في المياه توصل خلال ممكن 48 ساعه ان شاء الله الى مدينه طرابلس. طيب هذا جيد جدا اكيد. ذكرت قبل قليل للسيد محمد كريم انه شبكه المياه ربما اصيبت باضرار جسيمه حيال تعرض هذا التعرض دائما لاعتداءات متكرره على منظومة النهر الصناعي اليوم، هل هناك إجراءات اتخذت حتى لتنهار الشبكة بالكامل وتعرض بهذا المنطقة الغربية أو المناطق كلها المسؤولة أو التي تحت هذه المنظومة للانهيار الكامل؟ سيد بيت المال. نعم، السؤال وجه لي. نعم لحضرتك أكيد. نعم أكرر لك من جديد، مش مشكلة. اليوم مثل ما ذكرنا بأن هذه الاعتداءات المتكررة تعرض شبكة المياه لانهيار كامل ربما وأضرار متتالية، والأضرار أيضا والاعتداءات المتكررة على النهر الصناعي أو على هذه المحطات يعرضها أيضا للانهيار. هل هناك إجراءات متخذة للحيال دون ذلك؟ طبعا هذا الموضوع يخص طبعا الجهات التنفيذيه. طبعا احنا كبلديه عملنا دراساتنا وقدمنا مقترحاتنا من كذا سنه، يعني من 2016 ل 2017. الحل طبعا الجذري او اللي على المستوى على المدى المتوسط والمدى البعيد انه يكون في محطات تحليه مياه البحر، يعني من الخطا الجسيم الاعتماد على المياه من اقصى الجنوب بشكل كامل. يعني المشاكل هذه واردة واحنا عايشينها الان. التلف او الفاقد اللي يصير في خط المياه كبير جدا بسبب تعدي بعض المواطنين على الشبكه في عده مدن وفي عده مناطق. الهدر كبير جدا، يعني نسبه كبيره من المياه تريح في الصحراء. الحقيقه والكميه كبيره جدا، يعني نتكلم عن 500,000 متر مكعب يومي من المفترض ان تصل لطرابلس. اعتماد الكلي على هذه الكمية خطأ جسيم، يجب أن يكون فيه دائما البديل، والبديل ربما على المدى الطويل يكون بديل كامل، يعني نقدر نستخدمه في المياه النهر الصناعي ما أعتقدش أنها حتدوم. المياه البحر يعني هذا أعتقد الحل الجذري والحلول موجودة تحلية. الدراسات موجودة وتم تقديمها، وأعتقد حتى المبالغ في فترة من الفترات رفضت وبعدين مش عارف تم التصرف فيها. الأماكن موجودة، عندنا منطقة في القربولي محطة لحوالي تقريبا 500,000 متر مكعب يومي. أيه. محطة في جنزور 200,000 متر مكعب يومي. هذه طبعا مخططات موجودة من قبل حتى وجود البلديات، ولكن ما تمش تنفيذها.
احنا كبلديه قدمنا مقترح لحل على المدى المتوسط تكون في محطه تحليه مياه لتوفير. طيب ماذا عن مساله الكهرباء اليوم وهي ايضا من ضمن المشاكل المتكرره؟ ما احنا لازم نحل المشاكل يعني كلنا واحده. موضوع المحطه تحليه مياه البحر لو تم تنفيذها في طرابلس مركز ميناء في منطقه الميناء البحري مساحتها صغيره جدا، هي نفسها حتولد كهرباء وتحلل ميه البحر يعني القدره الانتاجيه بتاعها 100,000 متر مكعب، وهذه كميه لا باس فيها بالنسبه لطرابلس مركز. نعم، إذا أشكرك جزيل الشكر السيد عبد الرؤوف بيت المال عميد بلدية طرابلس المركز، وأيضا نشكر ضيوفنا اللي كانوا معنا في هذا الجزء اللي تحدثنا فيه عن انقطاع المياه والكهرباء على مناطق أو على المناطق الغربية بشكل عام بسبب ضغط من بعض الكيانات ربما أو هذه الجهات سواء على منظومة أو صمامات قطع صمامات النهر الصناعي ما سبب في إيقاف الماء بشكل كامل على مناطق المنطقة الغربية، أو حتى مسألة قطع الكهرباء واللي كان في البداية بسبب فني ثم تطور الأمر إلى مسألة أخرى وإلى عمل اعتبره البعض أيضا اللي وجه صابع الاتهام بأنه عمل إجرامي. في الجزء الأول كذلك ناقشنا معكم التطورات الأخيرة في المنطقة الغربية. شكرا لكم مشاهدينا على متابعة هذه الحلقة ودمتم في رعاية الله. مع السلامة.